أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس لغتنا الجميلة. هيا نتذكر عزيز الطالب الأسماء إلى ما تنقسم من حيث النوع. أجل، إنها تنقسم من حيث النوع إلى مذكر ومؤنث، وإلى ما تنقسم من حيث العدد. بالطبع تنقسم الأسماء من حيث العدد إلى مفرد مثل طبيب وطبيبة، مثنى مثل طبيبان وطبيبتان، وجمع مثل أطباء وطبيبات. أما الأفعال نعرف أنواعها وهي ثلاث: فعل ماضي مثل كتب، فعل مضارع مثل يكتب، فعل أمر مثل أكتب. اليوم درسنا عن الأسماء مع الفعل المضارع. والفعل المضارع هو كلمة تدل على أداء ومستمر في حدوثه. انظر وركز معي فلنبدأ. لاحظ هذا المثال: الطالب يجلس. ما نوع كلمة الطالب؟ أجل، إنها اسم يدل على مفرد مذكر. وما نوع كلمة يجلس؟ بالتأكيد إنها فعل ونوعه مضارع. الطالب يجلس للمفرد المذكر، كذلك الطالب يلعب. وهنا لاحظ: الطالبان يجلسان. الكلام يدل على صيغة مثنى مذكر. لاحظ الفعل المضارع، هنا نضيف له ألف ونون. الطالبان يجلسان، الطالبان يلعبان. أما هنا: الطلاب يجلسون. وهنا الحديث عن جمع مذكر، نلاحظ الفعل يجلسون ينتهي بواو ونون. الطلاب يجلسون، الطلاب يلعبون. وفي حالة المؤنث لاحظ: الطالبة تجلس. الصيغة تدل على مفرد مؤنث. لاحظ الفعل تجلس يبدأ بتاء، هذا عند الحديث عن المؤنث المفرد. الطالبة تجلس، الطالبة تلعب. للتثنية في الصيغة السابقة نقول: الطالبتان تجلسان. نلاحظ ماذا أضفنا للفعل بصيغة المؤنث؟ تجلس، تجلسان، نضيف ألف ونون. الطالبتان تلعبان. وعند جمع المؤنث نقول: الطالبات يجلسن. نلاحظ الفعل، الفعل المضارع يأخذ صيغة المذكر مع إضافة نون النسوة. الطالبات يلعبن. والآن مع هذا النشاط، وهذا النشاط يحتاج منا إكمال الفراغ كما تعلمنا من الشرح السابق. هيا نتذكر: المسلم يصدق القول،
المسلمان فراغ القول. هيا، من يكمل الإجابة؟ رائعون، المسلمان يصدقان القول، إنها مثنى مذكر. المسلمون فراغ القول، الصيغة هنا جمع مذكر. بالتأكيد أصبتم، المسلمون يصدقون القول. المسلمة فراغ القول، هذه الصيغة للمفرد المؤنث، ماذا نقول لها؟ أجل، المسلمة تصدق القول. المسلمتان فراغ القول، هنا الصيغة للمثنى المؤنث، لابد من القول. أجل أعزائي، المسلمتان تصدقان القول. المسلمات فراغ القول، جمع مؤنث، هيا نتذكر، الفعل يبقى بصيغة المفرد المذكر يصدق، مع إضافة نون النسوة فيصبح يصدقن القول. إذن المسلمات يصدقن القول. أحسنتم أحبائي. والآن حان دور التفاعل والنشاط مع هذه اللعبة. انظر، هذه الأبواب الستة مغلقة تماماً، مفتاحها كلمة سر لكل منها، وكلمة السر لكل باب هي إحدى الكلمات الست الموجودة في الأعلى. علينا إكمال هذه الجمل الموجودة على كل باب بإحدى الكلمات حتى نتمكن من فتح الباب. أولاً نقرأ الكلمات ثم نقرأ الجمل ونختار الكلمة المناسبة لكل جملة لنكملها ونفتح الباب. الكلمات هي: يؤديان، ترسم، يصومون، يطرزن، تشرح، تسعفان. والآن نقرأ كل جملة على كل باب بالترتيب، ونبدأ بالباب الأول. الممرضتان فراغ المريض، ما الكلمة المناسبة لإكمال الجملة؟ نعم، تسعفان، الممرضتان تسعفان المريض. والآن دور الباب الثاني والجملة: المهندسة فراغ تصاميم البناء، ما هي الكلمة المناسبة؟ بالطبع، المهندسة ترسم تصاميم البناء. الباب الثالث: الطبيبان فراغ عملهما بإخلاص، هل عرفتم ما الكلمة المناسبة؟ أجل، إنها يؤديان، فتصبح الجملة: الطبيبان يؤديان عملهما بإخلاص. المسلمون فراغ رمضان، ماذا نختار؟ نعم، يصومون، المسلمون يصومون رمضان. أما الباب الخامس: الفتيات فراغ
الثياب، ما الكلمة المناسبة للفتيات؟ نعم، يطرزن. تصبح الجملة: الفتيات يطرزن الثياب. والآن دور آخر باب، ولم يتبقى إلا جملة واحدة وكلمة واحدة. إذن المعلمة تشرح الدرس. رائعون، لقد فتحنا الأبواب بفضل نشاطكم. هكذا أعزائي الطلاب، انتهى درس اليوم. على أمل اللقاء معكم في دروس أخرى. شكراً لحسن استماعكم ولتفاعلكم الرائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.